لو عندك مشكله ان المكرونه على رز وكله فوق بعضه يبقى الفيديو ده ليكي. لو عندك الحاجات كلها تتركن في الدراج وبتفتكريها بعد لما بتبوظ يبقى الفيديو ده ليكي. لو عندك البقوليات والتوابل بتسوس اول ما الصيف بيخش عليكي يبقى الفيديو ده ليكي. لو نفسك تبقى المدرات بتاعك منظم حتى لو صغير يبقى الفيديو ده ليكي. الحل معايا، الحل اهو، يبقى هو ده الحل. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ساره صبحي. النهارده بتكلم عن المنظمات وهنظم الدولاب بتاعي واحط فيه كل الحاجات اللي بتسوس واللي بتبوظ، وكمان اخلي الشكل مرتب ان شاء الله. اهو ده المنظر بتاعي قبل ما ننظمه. تمام، يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، المنظمات بتاعتي اهي اللي انا هنظم فيها الحاجات وانظم الدولاب كمان. هبدا اشيل كل ورقه من المنظمات وهغسلها علشان نضمن ان هي تبقى نظيفه. هغسلها بالصابون والخل كمان، وبعد كده انا دلوقتي بالليل تمام، فهغسلهم دلوقتي واما اصحى الصبح هبدا انظم علشان كمان اكون اتاكدت ان هي نشفت تماما عشان نحط فيها بقى ايه البقوليات والمكرونه والحاجات اللي انا عايزه احطها. يلا باي باي دلوقتي، وطبعا لحد اخر الفيديو. تمام، دي شكل المنظمات بتاعتي اللي انا غسلتها امبارح وسبتها تنشف وتاكد ان هي نشفت، بس برضو هتقل عليها بالمناديل كده علشان تبقى اتاكدت تماما 100% ان هي نشفت عشان احط فيها الحاجات. هبدا انشفها دلوقتي وهرجع لكم تاني. تمام، انا كده نشفتها من الميه جامد بالمناديل علشان اكد عليها، عشان نقطه الميه تبقى مشكله كبيره عشان نحط فيها حاجات هنخزنها. تمام، بصوا انا دلوقتي بقى هطلع الحاجات كلها اللي في الدرفه دي معاكم بسرعه كده، وكمان همسح الدرفه بالبلاس علشان يعني تبقى تنظيفه، وافرش المشمع برضو وهشوف احط منظمات معاكم ازاي، وهحاول انظم كل الحاجات دي. في عندي شويه برطمانات كده انا كنت شايلاهم كعادات امهاتنا اللي بيشيلوا برطمانات، فاحنا ورثنا العاده دي والتقاليد كمان. ف هظبط الدنيا بقى، اشوف انا هعمل ايه. خلوكم معايا وتابعوني لحد اخر الفيديو عشان تشوفوا الراحه النفسيه ان شاء الله ان انا اشوفها وتفرحوا زي لو انا فرحت يعني، بس انا حاسه ان انا هفرح بجد ان شاء الله. تفرحوا بقى معايا. تمام، يلا بينا نبدا الفيديو بسرعه. تمام، انا كده فضيت الدرفتين، هبدا امسحها بالجلاس وبعد كده هبدا ارص الحاجه بتاعتي واعبيها الاول في المنظمات. طبعا انت بتشتغل الشغل ده بالبيجامه، تمام اكيد يعني انت في البيت هتبقي لابسه بيجامه يعني، لكن عشان انا بصور كنت عايزه البس حاجه بس حسيت ان برده ما ينفعش غير البيجامه. تمام، انا لمعت الدرفه وهبدا دلوقتي انظم الحاجات في المنظمات. يلا بينا نبدا بسرعه عشان ننجز في الوقت بسرعه. وده الدقيق، عشان الدقيق ده اكتر حاجه عامله عقده، اكتر حاجه بتتنعطر مني وتتبهدل مني من الاكياس. ده كيس اهو، وفي كيس تاني اهو ايه هضيفه عليه، ولا البهدله اللي انا فيها كل شويه الدقيق يقع بقى في الكيس شايفين ده بيحصل معايا كل ما اجي احاول اعمل بيتزا او حاجه هذي نفسر كده. تمام، انا عملت دول، هكمل الباقي وارجع لكم تاني بسرعة. لقيت شويه العدس دول كانوا منسيين، مش بقول لكم الحاجات منسيه، هحطهم مع العدس اللي انا لسه شاريه عشان انا كنت فاكره انا ما عنديش عدس اساسا، هحطهم. وكمان حطيت ورق اللورا ده. تمام،
إيه علشان ده اكتر حاجه بتسوس عندي، فحطيتها في العلب اهي محفوظ وشكله جميل قوي الحمد لله. هرجع لكم تاني. بصوا دي كده الحاجات، كل دي الحاجات دي مطلوقه اهي، شعريه على لسان عصفور. انا عملت دول وفاضلني دول هخلصهم وارجع. ايه ده، في حاجه كده عندي، ايه ده، لقيت عندي فلفل اصفر مكنتش عارفه. ماشي هحطه بقى في اي برطمان، ماشي هحطه وارجع لكم تاني. وبكده يكون الفيديو بتاعي خلص، وكمان نظمت كل درفة البقوليات والمكرونة والحاجات دي. اكيد انتوا شايفين الفرق الحمد لله، انا فرحانة قوي قوي والله. إيه لو عايز تعرفي المنظمات دي بالتفصيل هي بكام ومنين، في الفيديو اللي فات تمام انا كنت قايله لها بالتفصيل بالظبط. بس هو عموما هو في حدود 20 جنيه. تمام انتوا شايفين اهو حطيت كل الحاجات فيها ونظمت لي الدرفة، وكمان في فرق، هو ده صحيح سحر التنظيم اللي هم بيقولوا عليه. كل حاجه بقت قدامي وفتحت نفسي ان انا كل شويه افتحها واشوف انا عايزه اشتري ايه، عايزه استخدم ايه، كل حاجه بقت بالتفصيل قدامي. بصوا عشان بالصدفه كده، ده اسمه بابونج. بابونج ده لو حد عنده اللي هي حمى بحر متوسط دي او معدته عموما تعباه، ده مهدئ للاعصاب ومهدئ عام للجسم، فده بيبقى حلو او اسمه بابونج. تمام بيتباع عند اي عطار وهو سعره كويس. تمام قلت عشان ايه لو حد شافه مثلا قال ده ايه، قلت وده ورق لورا. تمام وباقي الحاجات انتوا عارفينها. خلاص انا كده الفيديو بتاعي خلص، ورب تكونوا استفدتوا منه، وتابعوني الفيديو الجاي. باي باي.